انا جديد، انا طب ماشي. حاضر حاضر حاضر. بص يا معايا كده هشرحهم تاني. بص معايا يا حبايبي سريعا كده. طب ما تعدل لي، هات لي الورقه طيب ونظبطها. ايوه كده تمام. بص يا ولاد رايز، الباست الماضي منها روز، والتصريف الثالث رايزن، ده معناها تشرق او تنهض. انا بشرحها تاني على فكره انها مكرره في الوحدات كلها الجزئيه دي، فانا مهم قوي ان انا اراجعها كذا مره. او ترتفع، بس دي اهم حاجه، ان لا يليها اوبجكت ما بيجيش بعدها مفعول. وبرده ولاد بتيجي بمعنى يثور او ينهض من الفراش. ينهض من الفراش دي يعني يقوم من السرير بتاعه يعني. دي 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 معنى كلمة رايز، بس خد بالك من حتة ما بيجيش بعدها مفعول دي. بص يا معايا كده، أما أجي أقول مثلا إيه؟ The Egyptian people، المصريين، rose against the British occupation. معنى الجملة دي يا ولاد؟ مصر تقاوم الاحتلال البريطاني. نهضت، قصدي ثارت او ثارت. الشعب المصري ثار، الشعب المصري ثار ضد الاحتلال الانجليزي سنة 1952. دي ثورة 52، حد فاكرها؟ يبقى روز هنا معناها يثور. طيب هقول لك مثال تاني. طب فين المفعول اللي بعد كلمه روز؟ مفيش، لان روز ما بيجيش بعدها اوبجكت، معناها ثاره ما بيجيش بعدها مفعول. طب عايز اوريك مثال تاني. اما اجي اقول مثلا ايه، عمر روز اب اند ليفت هوم، قام وقف وساب البيت ومشي. روز فين المفعول برضو؟ مفيش. روز اب، نهض واقفا ومشي، برضو مفيش اوبجكت مفعول. اما اجي اقول لك ذا سان رايزز، الشمس بتشرق، ان ذا مورنينج، فين المفعول؟ مفيش مفعول، الشمس بتشرق. يبقى رايز فيرب انترانزيتيف. انترانزيتيف يعني بيسموه في اللغه العربيه فعل لازم، لا ينصب مفعولا. انت واخد الكلام ده في العربي. يبقى رايز، روز، رايزن، ذا فيرب انترانزيتيف. طيب لكن بص معايا كده بقى على ريز. ريز، ريزد، ريزد، الباست بارتيسيبل ريزد، دي معناها يرفع. خد بالك في فرق بين يرتفع ويرفع. يرفع دي يبقى اكيد هيرفع حاجه، يبقى يجي بعدها مفعول. يرفع او يزيد او بتيجي بمعنى يربي او يجمع مالا، واحد يجمع فلوس لحاجة. زي ما اجي اقول مثلا، اما اجي اقول مثلا our charity، الجمعية الخيرية بتاعتنا، raises money، بتجمع فلوس for cancer researches، لأبحاث السرطان. ربنا فينا يا رب. يبقى raise وجاي بعدها money، في مفعول اهو، صح يا شباب؟ يبقى ريز ماني، يرفع قصدي يجمع مالا. طب عايز اديلك مثلا بمعنى يزيد، مثلا يزود او يزيد. اما اجي اقول مثلا ايه، ذا جوفرمنت، الحكومه، ريزد ذا برايسز، الحكومه رفعت الاسعار. جه بعدها برضو اوبجكت مفعول اهي، كلمه ذا برايسز. طب انت عايز تقول الاسعار بترتفع، يبقى prices rise. انت عايز تقول الاسعار ترتفع، يبقى prices rise، تجيب رايز اللي بيجيش بعدها مفعول. طب عايز اقول الحكومة ترفع الاسعار، يبقى the government raises prices. حد فاهمني ولا الحمد لله انتوا نايمين كويس يعني مرتاحين في النوم؟ تمام يا استاذ.
ولا انا 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 بتعب نفسي كده والناس فاهمه معايا، ولا كل واحد لف البطانيه وناموا كده ونمتوا الحمد لله؟ لا تمام تمام تمام. يعني لو حد مش مرتاح ولا حاجه بردان يقول عندنا بطاطين كتير على الاستاذ محمد هنا ممكن نجيب له شويه البطانيه. اه ده واحد بيقول هات البطانيه، واحد مصدق بيقول لاخوه بيني هات لي البطانيه. فهمتوا يا ولاد الحكايه دي؟ ده الفرق بين رايز وريز. ممكن برضو ريز اجيبها بمعنى يربي، زي ما اقول مثلا فارمرز الفلاحين، ريز ليفستوك بيربوا الماشيه او شيب الاغنام الخرفان وكده، يبقى ريز اجيب بعدها برضو اوبجكت مفعول. ينفع يربي اطفال؟ لا ما بتجيش بالمعنى ده يعني unfamiliar. بيربي اطفال ليه bring up؟ اه يربي البني ادمين دي bring up. اه لكن مع الحيوانات وكده نقولها ريز. او الفراخ برضو، ماما بتربي فراخ، مام ريز تشيكنز، يبقى جاي بعدها اوبجكت مفعول. طيب ده رايز وريز. طب عندي كمان كلمه ارايز. ارايز اروز ارايزن، دي معناه يا ولاد ينشا او يظهر. عايز اتكلم مستر محمد. نعم عشان عندها الصوره. مين؟ واحده اسمها فاطمه خالد عايزه رقم مستر محمد. مستر محمد، واحده اسمها فاطمه عايزه رقمك، خليها تبعت على رقم الاكاديميه. حد يقول لها تبعت على رقم الاكاديميه ولا ايه؟ ينشأ أو يظهر برضو لاد أرايز، الماضي منها أروز والتصريف الثالث أرايزن. بس يا ولاد اللي عنده مشكلة في الصورة أو في الصوت دي بتبقى من عندكم أنتم، من النت عندكم في البيت تعبان، إنما إحنا طالما الناس كلها سامعاني إحنا ما عندناش مشكلة خالص، المشكلة بتبقى عند الشخص نفسه. أرايز قلنا ينشأ أو يظهر، ودي برضو فيرب انترانزيتيف يعني لا يليها مفعول، ما تنساش إن بيجيش بعدها مفعول. يعني أما أجي أقول مثلا يا ولاد إيه؟ When a problem arises، يعني عندما تظهر مشكلة. I run to my mom، واحدة بتقول لما بتجري مشكلة، لما بتظهر مشكلة أنا بجري على أمي على طول. When a problem arises، فين الأوبجكت المفعول؟ مفيش مفعول. يبقى arise ما بيجيش معناه ينشأ أو يظهر، يظهر أو ينشأ من تلقاء نفسه، زي كلمة رايز يشرق أو يرتفع من تلقاء نفسه، ما بيجيش معاها مفعول. تمام يا شباب فهمنا الحكاية دي؟ طيب أراوز بقى، في برضو أرايز دي يا ولاد، أرايز فروم بتيجي بمعنى ينشأ من، أو أرايز فروم برضو معناها ينشأ من. يعني مثلا أما أجي أقول إيه؟ أما أجي أقول problems in study، المشاكل في الدراسة arise from، هنا بقى هيجي بعدها مفعول carelessness، بتنشأ من الإهمال. carelessness فهمتوني يا شباب؟ يبقى هنا المرة دي arise from دي هي اللي ينفع يجي بعدها object مفعول. problems in study arise from carelessness، دي يجي بعدها مفعول، لكن arise بس معناه ينشأ أو يظهر، ودي بيجيش بعدها object مفعول. حبايبي الحلوين معايا؟ مع حضرتك. الناس الجديدة فهماني؟ الناس الجديدة أنا عايز أندق أساميهم كده عشان يبقوا معانا في الموضوع، عارفين إحنا شغالين إزاي؟ آية أحمد، سمعني آية؟ آية مصر محمد. فهماني حبيبتي، في حاجة مش واضحة بالنسبة لك؟ فاهمة تمام. محمود فؤاد، مع حضرتك يا مستر. في اي حاجه مش واضحه يا محمود؟ لا تمام. شاهد، لا يا مستر تمام. احمد مسلم، احمد مسلم. طب منى ناصر، فاطمه عبده، هي فاطمه اللي عندها مشكله تقريبا. فين فاطمه جديده يا اولاد؟ عرفوها، عرفوها يعني حد يكلمها على الخاص حتى لله كده، وعرفوها تشتغل معانا ازاي. اخر كلمه في الكلمات دي يا ولاد
في الفيربس الافعال دي كلمه اراوز. اراوز معناها يثير. اراوز الماضي منها اراوزد والتصريف الثالث اراوزد، ودايما بتيجي مع ايه يا ولاد؟ دي اراوز دي بتيجي مع suspicion، كلمه زي suspicion الشك، يثير الشك، او questioning او questions يثير التساؤلات، questioning يعني التساؤلات او الاستفسارات او questions حتى اسئله. ودي اراوز قلنا معناها يثير، ودي ليها مفعول، يعني لازم يجي بعدها مفعول لان ده verb transitive، verb متعدي بينصب مفعول. يعني مثلا اما اجي اقول ايه، منالز unusual، خدوا بالكم من الحته دي يا ولاد، unusual behavior سلوكها الغير طبيعي، سلوك منال الغير طبيعي. aroused the police suspicion، اثار شبهة البوليس او اثار شك البوليس. فين المفعول هنا يا شباب؟ اهي كلمة the police suspicion. aroused جي بعدها object المفعول، اثار ايه؟ اثار شك البوليس. يبقى جي بعدها aroused، قصدي aroused the police suspicion، يبقى جاي بعدها اوبجكت مفعول. تو كونكلود او تو سام اب، تلخيصا بقى اللي احنا شرحناه ده يا حبايبي، رايز معناها ينشا، سوري رايز يرتفع او يزيد او تشرق او ينهض او يثور، ودي ما بيجيش بعدها مفعول من تلقاء نفسه. خدنا كمان ريز بمعنى يرفع او يزيد، انا حتى بقولها بالعربي يرفع، يعني بيرفع حاجه، زي ما اقول ريز يور هاند، ارفع ايديك، يبقى جاي بعدها مفعول. خدنا كمان arise ينشأ أو يظهر، ودي verb intransitive ما بيجيش بعد منه مفعول. arise from ينشأ من كذا، ودي بقى اللي يجي بعدها مفعول. arise بس لا، لكن arise from ماشي يجي بعدها object مفعول. كمان arouse بمعنى يثير، يثير تساؤلات، يثير الشكوك، يثير الشبهات، الحاجات دي كلها، ودي بيجي بعدها object مفعول. حبايبي الحلوين فاهميني؟ نكمل بقى حل. Does your tooth still hurt؟ هل سنانك لسه بتوجعك؟ اللي كانت بتجاوب مين يا ولاد؟ نانسي؟ نانسي صح؟ يلا يا قمر. Yes I have to get، انا لسه شارح الافعال السببية، يعني حتى الناس الجديدة ما لهمش حجة. شرحنا قلنا get وبعدها الايجنت نائب الفاعل، وبعدين اقول ايه يا قمر بقى؟ To look at it. انت يا قمر كده حبيبتي. To look at it. انا اضطريت اجيب دكتور سنان يبص لي عليها. جيت يبقى تو ذا اد الماستر. تمام. طيب يا نانسي، اللي بعد نانسي بقى سامي ماجد. مش عارف كل مره ما بيردش، ولا سلمى، مش عارف الاسم مكتوب ايه. بياخدها مسجله. طب اسماء شاكر. نعم يا يلا يا قمر. I will not not with this. واحد بيقول واحد انا مش هسيبك تنجي بالفعل، تنجو بالفعل دي، مش هسيبك تهرب يعني. ايه؟ تمام يا قمر. Let you get away. اما تيجي تقول له واحد عمل فيك عامله، فانت بتقول له انا مش هسيبك تهرب. I will not let you get away with this. With this يعني مش هسيبك تنجو بفعلتك. The movie not sad. عايز اقول الفيلم خلانا يلا يا جميل. Made him feel sad. تمام انت قمر حبيبتي. Made him feel. Made شرحناه النهارده كفعل من الافعال السببيه، بيجي بعدها الاوبجكت وبعدين المصدر بس، يبقى feel. طيب اللي بعد اسماء سوسنه، سامعيني يا سوسنه؟